يعني أعود إلى الأستاذ توفيق حميد من واشنطن. أيضا يعني عندما نتحدث عن المواقف المصرية، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من قمة القاهرة، كلمة الرئيس أيضا في الرياض والتي أكد فيها على احتمال تغير حسابات المعادلة بين عشية وضحاها بسبب وحشية العمليات العسكرية وطول أمدها، أيضا اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، وصولا إلى كلمته في قمة العشرين، والضغط على المجتمع والموقف الأوروبي. لاحظنا تغير سواء كان في الموقف الإسباني الفرنسي، بداية كان أيضا تغير وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة، وصولا إلى تغيير وجهة النظر الأمريكية، والحديث اليوم كما يتردد عن قمة أيضا لربما خلال العام القادم، قمة للسلام. إذن اليوم مصر تلعب الدور المحوري وهي راعية السلام في المنطقة، إلى أي مدى تتوقع بأن هذه القمة لربما تحقق ما ينشده الرئيس المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية والوصول إلى حل الدولتين؟ شكرا على إثارة هذه النقطة الهامة. هو الحقيقة ساعات حضرتك في التاريخ البشري ما بنشوفش حلول إلا لما الأمور تصل إلى الذروة. يعني مثلا تلاقي حضرتك الحرب العالمية استمرت سنين لحد ما حصلت الذروة في الهجوم على هيروشيما وناجازاكي والتدمير النازية في ألمانيا. بدأت الدول تدرك ان هو الحروب دي هتدمر الجميع، ولا بد ان يجلسوا على مائدة المفاوضات ويضعوا حلول للسلام. فانا في تصوري ان ما حدث هو ان الامر خلاص وصل للذروة في الصراع، يعني وصل، مش يعني بدون دخول حتى في تفاصيله، وما نراه الان درجة عالية جدا 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 من الصراع العسكري، واللي أنا ما عنديش أي شك إن سيعقبه، بالذات إن المواقف واضحة. يعني موقف مصر هنا واضح. عارف حضرتك لو كان مصر من المثل الأول قابلت كل الاقتراحات المتاحة على المائدة وقتها كان الأمر اختلف، لكن مصر موقفها واضح، العديد من الدول الأخرى بدأ موقفها يتضح. فأنا في تصوري، وهم يعلموا جيدا العالم، أن لا حل للأمر إلا بموافقة من مصر على الحل النهائي هيبقى إيه. ففي نهاية الأمر أنا توقعي إن الجلوس على مائدة مفاوضات للسلام في النهاية سيجني ثمرة جيدة، بأن هو يعني نرى نوع من الحل لهذه القضية يرضي الأطراف الرئيسية فيه. قد لا يرضي حماس، لأن حماس ليها أيديولوجي خاص بيها وبتصنف من الكثيرين على أنها منظمة إرهابية حتى من بعض الدول العربية، وفكرهم عنيد جدا. ولكن الدول الأخرى اللي داخلة في الأمر دول حكيمة، مصر موقفها استراتيجيا حساس جدا، لأن هي مصر لها علاقة تقريبا بجميع الأطراف. يعني عارفة تشوفي حضرتك من أمريكا للصين لروسيا الكل يحترمها، كل يحترم الرئيس السيسي، وليها علاقة خاصة وحساسة وعلاقات مع الجميع، فهي بتوازن هذا الأمر. لكن في نهايته إن هو الجلوس على مائدة المفاوضات في النهاية بعد ما حدث، أنا في تصوري سينتهي بنوع من الحل المرضي للأطراف. أيا كان هذا الحل لا أعلم ما هو، ولكن سيكون لابد بموافقة الجميع وأولها مصر في تصوري. أستاذ توفيق، قادة دول مجموعة العشرين في قمتهم الافتراضية اليوم وقد توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن حل قضية إسرائيل وفلسطين على أساس إقامة دولتين، كيف ترى فرص تنفيذ هذا الحل بصورة جدية وعملية بعد أن أصبح يمثل مطلبا وإجماعا دوليا؟ ده يعني سؤال رائع الحقيقة، إزاي على المستوى التنفيذي كيف يتم هذا؟ هو شوفي حضرتك، أنا درست عدة اقتراحات من اللي موجودين في الساحة، وفي أحد الاقتراحات بيقول إن بعد هزيمة حماس، ده الاقتراح، إن الشعب الفلسطيني يتواجد في غزة مرة أخرى، يعد إعمارها، ويتم توصيل غزة بالضفة الغربية من خلال نفق، بحيث يبقى متصلين كدولة واحدة مش منفصلين،
ويتم الاتفاق على الجزئيات الأخرى الصغيرة من حيث إيه الحدود وحقوق حتة المستوطنات، هل النمو المستوطنات ده شرعي أم غير شرعي، يتم الاتفاق على القوانين اللي تحكم هذه الأمور بطراد الجميع. ففي تصور أن أحد الحلول المتاحة اللي أعتقد الضغوط الحالية في اتجاهه أنه هو أن يحصل رجوع تاني لغزة بعد إعادة إعمارها، وأن يحصل نوع من التوصيل ما بين غزة والضفة الغربية ويبقوا دولة واحدة وتحل القضية نهائيا بموافقة فقط جميع الأطراف على هذا الأمر. فأعتقد الاتجاه في تصوري يعني احتمال كبير قوي يتجه لهذا الاتجاه.